أهلا بكم مشاهدينا الكرام وجولة جديدة في عالم الصحافة المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. البداية بعناوين الصحف المحلية والبداية من الأهرام. زيادة فرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. الرئيس توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل. البنك الدولي نجاح الإصلاح الاقتصادي في مصر. شوقي لا إغلاق للمدارس ولا امتحانات من المنازل. من صحيفة الوطن متحدث الرئاسة، الرئيس يبحث مع المجموعة الاقتصادية الأداء المالي للدولة وسبل تعزيز الاستثمار. التعليم مجموعات التقوية مستمرة وامتحانات الترم الأول ورقيا. النقل 10 يناير، المحافظات تستعد للموجة الثانية من كورونا بتجديد الإجراءات الاحترازية. ونقرأ من المصري اليوم، الانتهاء من خطة توزيع لقاح كورونا، تطبيق إلكتروني للتسجيل وتعاون بين الصحة والداخلية. رئيس الأركان يشهد المرحلة الرئيسة للمشروع التكتيكي صمود 16. وكتبت عروض موسيقية وإجراءات احترازية وحضور كبير للمصريين. 200 سائح يشهدون تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد الكرنك. صحيفة الأخبار، تمويل المشروعات الصغيرة زاد 500% في عهد السيسي. الدولة تتحمل رسوم غير القادرين بالتأمين الصحي الشامل. روبوت محلي بمواصفات عالمية ولمحبي الرياضة. الليلة مهمة مصرية في الكونفدرالية. بيراميدز يواجه الاتحاد الليبي والمقاولين يصطدم بالنجم الساحلي. ونتحول إلى الصحف العربية ونطالع من الشرق الأوسط. صواريخ الخضراء تفاقم توترات ذكرى سليماني. واشنطن وطهران تتبادلان التحذيرات غداة استهداف السفارة في بغداد. تسرب نفطي آخر يهدد اليمن. لقاء مفتوح بين عون والحريري اليوم لبحث التشكيلة الحكومية. إلى صحيفة الخليج الإماراتية، السعودية توقف السفر برا وبحرا وجوا لمدة أسبوع. الكويت تغلق الحدود وتعلق رحلات الطيران حتى أول يناير. قرقاش، المبادرة الآن في يد اليمنيين للبناء على اتفاق الرياض. النفايات الإيطالية المستوردة تطيح ب23 مسؤولا في تونس. ومن الرأي الكويتية، البرلمان اللبناني يوافق على رفع السرية المصرفية لمدة عام. الصدر يدعو إلى إعلان حالة الطوارئ في بغداد. السفارة الأمريكية في دائرة الاستهداف مجددا. وبومبيو يحمل ميليشيات إيران المسؤولية. ومن القدس الفلسطينية، ليبرمان يدعو مجددا لتحالف يسقط نتنياهو. 30 مستوطنا يهاجمون سائقا مقدسيا ويصيبونه بجروح. والعليا الإسرائيلية تنظر في التماسات ضد قانون القومية. البنك الدولي يمنح اليمن 204 ملايين دولار لدعم المتضررين من النزاع. وننتقل إلى الصحف العالمية ونطالع من نيويورك تايمز الأمريكية، المخاوف بشأن تحور فيروس كورونا تقطع بريطانيا عن دول أوروبا. عشرات الدول تحذر الرحلات الجوية إلى بريطانيا بما يمكن أن يبدو عليه بريكزيت بدون اتفاق في غضون 10 أيام. لقاح موديرنا يبدأ في الوصول إلى المستشفيات المنهكة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. والرئيس المنتخب يتلقى اللقاح في بث تلفزيوني مباشر. ومن لوموند الفرنسية، في المملكة المتحدة طفرة فيروس كورونا تنهي عاما كارثيا وقلق بشأن توصيل الإمدادات والبضائع لها عبر الحدود. كندا تعلن عن 57 مليون يورو كمساعدات للفلسطينيين. الصين احتجاز أقلية الإيغور المسلمة في معسكرات وإرسالهم إلى المصانع للعمل القسري. ومن واشنطن بوست الأمريكية، الكونغرس الأمريكي يمرر مشروع قانون بمبلغ 900 مليار دولار كإغاثة اقتصادية طارئة جديدة وسط تصاعد جائحة كورونا. بايدن يضغط من أجل المزيد من تخفيف القيود بشأن فيروس كورونا ويبدأ مواجهة مع الحزب الجمهوري. الولايات المتحدة تتهم ثالث مشتبه به في تفجير طائرة بان أمريكان.
عام 1988 فوق لوكيربي باسكتلندا. ومن صحيفة الاندبندنت البريطانية، ترامب وأعضاء مجلس النواب يخططون لجهود عقيمة لمنع فوز بايدن. يستضيف الجناح الأكثر تحفظا من أنصار الجمهوريين. رئيس الوزراء بورو جونسون يتعرض لضغوط للسعي لتمديد المحادثات لتجنب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق. وبعيدا عن السياسة، بشرى سارة ساقتها منظمة الصحة العالمية ونقلتها صحيفة البيان الإماراتية، حيث أكد مسؤولون بالمنظمة أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد التي تم اكتشافها في بريطانيا تنتشر بوتيرة أسرع، ولكنها قابلة للسيطرة عليها كباقي السلالات الأخرى المعروفة للفيروس. أكدت المنظمة أنه لا توجد الآن دلائل على أن السلالة الجديدة تسبب أعراض مزمنة أكثر حدة وأخطر على الحياة. ومن ديلي ميل البريطانية، باحثون يحذرون من أن تناول الكثير من الأطعمة فائقة المعالجة كالبطاطس والوجبات الجاهزة يزيد من خطر الإصابة بقصور القلب بنسبة تزيد على 50%. خبراء من إيطاليا درسوا النظم الغذائية وصحة 22 ألف شخص، وجدوا أن الاستهلاك المنتظم لهذه الأطعمة زاد معدلات الوفاة المبكرة بنسبة 26%. وصلنا مع حضراتكم إلى ختام هذه الجولة الصحفية. على رأس الساعة نلتقي في موجز الأنباء، في أمان الله.